Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh In this lesson we will learn how to join Haraka with the sukun. Haraka means Fatha, dhamma or Kasra. All of them they are called Haraka. And when there is no haraka it means sukun. That is also called jazam So we are going to learn how to join Haraka with the sukun. How to join Fatha Kasra or Dhamma with the sukun. You can read after me. Alif noon fatha an Alif dal kasra ir Alif mim fatha am ألف نون كسرة إن ب لام فتحة بل تا با ضمة تب خ ذال ضمة خذ دال عين فتحة داع ذال قاف ضم ذق ذال راء فتحة ذر نون يا كسراني ذرني زاد كسره زيد نون يا كسراني زيدني سين لام فتحه سل ففتح ف فتحه ف صاد ضم صر فصر عين نون فتحه عن عين دال كسرة عيد. واو فتحة و. عين ظا كسرة عظ. وعظ قاف دال فتحة قد. قد قاف لام ضم قل قاف ميم ضم قم كاف ميم فتحة كم لام فتحة لأ كاف ميم ضمكم لكم كاف نون ضم كن كاف لام ضم كل لام ميم فتحة لم لام نون فتحة لن ميم نون فتحة من ميم نون كسرة من ها با هب, فتح هب لام يا كسر لي ف فتحة ف ها لام فتحة هل فهل لام فتحة لا هَا ضمهم ضَمَّ هُمْ لَهُمْ